ايه ده؟ هو حضرتك لسه صاحي؟ طب كويس، انا جايبالك معايا بقى ايه؟ جبتلك منابك من التورته والاكل. ازاي تجيب حاجه زي كده؟ مش انا بس اللي خدت، دي بعتت للاستاذ عمرو ده جوز الست جيلان، وبعتت لكل سكان العماره بقيه التورته. يا بنتي التورته حاجه وانك تجيبي اكل حاجه تانيه، ما يصحش عيب. ايه الفرق بينهم يعني؟ انت هتطلعني ولا ايه؟ لما اقول عيب يبقى عيب انت هنا. ايوه يعني انا مش شايفه ان في فرق بين الاتنين. هتزن كتير؟ انا قلت عيب يبقى انت هنا، خلاص مش عايز كلام في الموضوع ده. خلاص خلاص ما تعصبش نفسك. انا هوريك حاجه تحفه. بص بقى البتاعه دي فظيعه. ايه رايك؟ مد ايدك كده. لا مش عايز. دي حلوه قوي. ده انا بص اول ما اكلتها لقيتها ايه؟ بتدوب في البق كده حاجه كده عمري ما دقت في حلاوتها. بص بص جميله ازاي؟ دوق كده، دوق دوق، خد حته كده دوقها. لا انا ما بحبش الحاجات دي، شيليها شيليها. ليه بس يا باشا؟ والله دي جايبينها من محل غالي قوي، عارف المحلات اللي بتطلع في التلفزيون؟ وبعدين انا ما هنش عليا اكل حاجه حلوه من غيرك؟ طب والله العظيم ده انا عملت حرب، قعدت احرك وافرك كده والف حوالين الترابيزه لحد ما رحت حطهم في طبقي، وبعدين رحت حطهم في الطبق اللي ادتوني مدام لامية. الله يا كريمه، لو شفتك بتعملي تصرف زي كده تاني هتشوفي اللي هيجرى لك. خلاص انا اسفه. طب اقعد بس، استهدى بالله كده، والله انا ما عملت حاجه غلط. بص انا كان معايا حتتين بدلتهم، خدت دول بدل دول. وبعدين هو انا عملت ايه يعني؟ ما شفتش جوز بنت الست ليلى كان عامل ازاي؟ كان عامل ازاي؟ كان واقف محلق كده على البوفيه وعمال يحف تخيل كان بياكل من ديك الرومي على طول من غير طبق. اللي هو مين ده؟ جوز بنت الست ليلى، واد مفجوع كده وطفس. ده عمل حته طبق قد كده بتاع حلويات وقعد يحط الحاجه فوق بعضها، عمله هرم. وانت خدت الاكل ونزلت تتكلمي عن الناس، والله عيب. وانا مش بحكي لك يعني. ايوه يعني الخطوبه خلصت بسرعه كده ولا ايه؟ لا بص هي خلصت من بدري، بس انا فضلت قاعده كده اروق مع الست لامية. وبعدين يعني هي يا باشا ما كانتش خطوبه قوي، عارف زي ما تكون كده حاضره قعده ذكر، يعني حاجه غريبه اول مره اشوفها. لا ما هي البنت دي طول عمرها محافظه كده وملتزمه جدا، وكانت الله يرحمها الحاجة تخليها تنزل لها عشان تعلمها قرآن وتجويد. بس دول عالم غريبة قوي يا باشا، أنا أول مرة أشوفهم في حياتي، يعني عمالين يغنوا كده أغاني غريبة، يعني تحس إنها إيه؟ تواشيح، أناشيد، يعني غنوا أغنية غريبة قوي أول مرة أسمعها في حياتي، بيقول لك لا تقول لي جهري ولا بيبو، إسلامنا ده مش هنسيبه. والله العظيم. والغريبة إن هم كلهم بيغنوا مع بعض، حافظينه صم. بس أنت بقى ما انبسطتيش طبعًا. لا اتبسطت قوي. بص بقى يا سيدي، الفرح كان غريب، يعني خطوبة كده مش زي ما بنشوفها عادي، يعني مقسومة نصين، نص أهل العروسة ودول بقى ولاد خالتها وأختها والجيران الحلوة بتاعتنا، لاسين بقى شفتشي كده وإيه وعريان وقصير ومحزق وملزق، الناحية التانية بقى عاديك سواد، كلهم خيم سودة ومتعرفش يا أخويا الست رايحة ولا راجعة. طيب انا هقوم انام بقى. لا والنبي يا باشا خليك قاعد معايا شويه، دي الحكايه حلوه قوي. طب بس احكيها بسرعه. بص بقى قاعدين زي ما يكونوا فرقتين، الفرقه دي تصغر للفرقه دي والفرقه دي تصغر للفرقه دي، ولا الست ليلى والست لامية، يعني تحس ان هما كده واقفين في نص هدومهم نفسهم يغطوا البنات عشان ما يقولوش عليهم مش متربيين. ولا البنت اللي اسمها هالة دي ايه؟ قمر بس تنكى شويه. لا هي حلوه وجميله وشعرها اصفر، انا عارفها البنت دي. ما شاء الله عليك يا باشا، مركز مع كل ستات العماره. يوه ده دول جيراننا من سنين، اعرفهم هم عيال، بعدين هي الحقيقه طول عمرها واخده بالها من نفسها وجميله كده وحلوه. يا ترى الحاجه بقى كانت عارفه انك بتقول عليها كده؟ عمرنا ما اتكلمنا في الكلام ده انا والحاجه، عيب. دي كتير قد وليد ابني. يا باشا انت قصدك ايه؟ لا ما قصديش حاجه خالص والله العظيم. بص بص بقى ان شاء الله تعدمي دوق البتاعه الحلوه دي مش هتندم. امسك امسك بس، تحفه تحفه كده بتدوب في البق كده كده جميله. بص بص ايوه افتح، قشرها 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 عشان ما تاكلش بالورقه. شفت حلوه ازاي؟ هي اسمها ايه؟
ريد فلفت.